اتفضل. شكرا. هو اللي بعتك؟ لا والله ابدا، انا جيت من نفسي بعد ما شفت اللي حصل ما بينكم. كنت جاي عايز اقول لك كلمتين. عاوز تقولي؟ انا مش عايزك تزعلي من جعفر من اللي هو قاله، وكنت جاي اقول لك حاجه واحده بس. جعفر بيحبك وبيحبك قوي كمان. واللي يحب حد يعمل في اللي عمله. وانتوا ايه اللي كلكع الدنيا قوي كده ما بينكم؟ انا كان عندي مشاكل، ابويا كان في السجن، وجعفر عرض عليا ان هو يتجوزني مقابل ان هو يسدد الفلوس لبابا. ابويا مات في السجن وانا ما قلتش لجعفر، هو عارف قبل ما اقوله. طب وانت ما قلتلوش ليه؟ عشان انا كنت وحشه، اتجوزت جعفر بس عشان اخد منه الفلوس لابويا، ولما ابويا مات ساعتها ما كنتش لسه حبيته. اصحابي نصحوني ان انا ما اقولوش عشان ما اخرجش ايد ورا وايد قدام، وكل ما كنت اجي اقوله كان لساني بيتربط. بس ده مش مبرر برضه يخليه يعمل اللي هو عمله. لا هو مستحيل يعمل كده، ده صاحبي وانا عارفه كويس، وهو راجل قوي كل حاجه، بس قلبه ده ما فيش اطيب ولا حن منه على فكره. والله العظيم انا اللي جابني هنا الزعل اللي شفته على وشه من ساعه ما طلع من باب بيتك. وبعدين جعفر ده معلم كبير، يعني اكيد في مليون واحد عايز ياذيه. يعني هو ما جاش على بالك مثلا ان اللي عمل فيكي كده ده هو نفس الشخص اللي خطف ابنه زمان؟ هو انت عارف كمان موضوع ابنه؟ بقول لك صاحبي شيء ايه. ازيك يا سنافور المحطة؟ وحشتيني يا بت. آه. حلو حلو ما شاء الله ما شاء الله. ايه ده؟ انت ايه اللي جايبك هنا يا ولد؟ والله يا حاجة صاحبي وجايبه لم ورايا. لم يا اخويا.